كل المستمعين بينطروا مناطرة يوم الأربعاء تيشموا أحلى وردة من لبنان، يسمعوا يمكن أحلى ردة من لوس أنجلوس. وردة وردة برنامج أسبوعي عبر إذاعة جبل لبنان مع أحلى وردة الإعلامية مايا إبراهيم من لبنان ومحسوب كونفاتشي من لوس أنجلوس. أحلى مساء الخير لأحلى وردة من لبنان. هاي مايا، يسعد هالمساء الحلو ومساء المستمعين، يخلي لي وردات قلبكم الحلو ويخلي لنا متابعتكم الكريمة يعني. وشو بدي أقول لك يا فاتشيتو، دايما بتعرف عني أحلى تعريف، شو بدي أقول لك غير ميرسي بوكو سي جونتي دو تابار يا فاتشيتو. شو بدي أقول عن الحلو؟ منقول حلو، عن المر منقول مر، شو بدنا نقول؟ هيك الكلام. الله يكفيك، الله يكفيك شر المر، وإن شاء الله ما بتذوق بحياتك إلا الحلو أنت والمستمعين الحلوين. اشتقنا لك، جمعة كاملة وما سمعنا صوتك. نحن بالأكثر، إيه إيه والله عم بيطالبونا المعظم إنه قال نكثف الوردي وردي ما تكون مرة واحدة بالأسبوع، بس بدنا نقول لهم إنه هيك حلو الواحد هيك إنه بتشتاقوا لنا 100%. يعني حلو 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 الشوق من بعد غياب. أنا حسب ما سمعت في مستمعين قال عم بيطلعوا على الإنترنت ويسمعوا الحلقة أكثر من مرة، في ناس عم بيسمعوا عليك أكثر من مرة خلال الأسبوع، شو القصة؟ شايف شايف. يا عمي الله يخلي لي محبتهم. يعني هذا الشيء كتير كتير بيسعدني، بيحملني مسؤولية أكتر، لأنه لما الإنسان بيرجع بيسمع الشغلة معناتها هالقد حبيبة. فإن شاء الله دايما دايما يا رب يا رب نقدم لهم الشيء اللي بيحبوه، ونكون دايما عند حسن ظنهم، ما بدي أقول أكتر من هيك. كلامك عم بيوصل على قلوب الناس أكتر قبل ما يوصل على ديناتهم، وعم بيسمعوا الكلام منك دغري، عم بيفوت الكلام على قلبهم، هيدا الحلو. لأنه يا فاتشيتو لما الكلام بيطلع من حبر القلب، يعني أنا دايما بقول الألم لازم يكون من حبر القلب، بين الميم والباء حرف واحد. فنحن لما بيكون حبر الألم من حبر القلب بيوصل من القلب للقلب، فيخلي لي قلوبهم. ولأنه دايما الكلام بينبع من القلب بيوصل للقلب مباشرة، من دون حدود، من دون فيز، من دون باسبورات، من دون أي شيء. حلو. هيدا الحلو، انه من دون اي كلفة، طالع بعفويته، طالع بمحبة، بمحبة ومثل ما هو، ومن دون ما نفكر فيه. كل اسبوع عودتينا بموضوع حلو كتير نحكي عنه كل اسبوع بوردة وردة. اليوم بوردة وردة يا احلى وردة يا مايا، عن شو بدنا نحكي؟ قبل ما نقول لنا عن شو بدنا نحكي فاتشيتو، بالبداية مرق عيد الشهداء، فمنقول الله يرحم كل شهيد ضحى، إن شاء الله دمهم ما بيروح هدر، إن شاء الله هالتراب اللي ارتوى بدمهم بيتحول لسنابل، سنابل إن شاء الله سلام علينا، سنابل يعني هالتراب يكون عن جد ارتوى وشبعنا دم، فإن شاء الله ما بقى نسمع لا بغارة ولا شهيد ولا حدا. يرحم كل شهيد ويعزي قلوب أولاد الشهداء وعيال الشهداء يا رب. وكمان عندكم عيد الأم بأمريكا هلا بهالقرب نهار الأحد، وينعاد على كل الأمهات يا رب اللي عايشين بيناتنا، الله لا يحرمنا منهم ويرحم كل اللي سبقونا، وإن شاء الله الحياة بتكون أم حقيقية علينا، الله يحننا علينا يا رب، بتكون الأم الأكبر علينا جميعا، حتى الأم الحنونة على أمياتنا يا رب. واليوم عيد القديس شربل، مار شربل يبارك حياتنا جميعا، فيا رب هيك بركاته وشفاعته لنا، وبدنا نعايد كل حدا اليوم هيك عيده او اسمه شربل، فمنقول له يسلم لكم صاحب العيد، وان شاء الله يا رب هيك مار شربل يرافقنا دائما ببركاته. أما موضوع باتشيتو لحتى ما نضيع الطاسة، لحظة قبل ما تروحي على الموضوع عندي سؤال لإلك، عندي سؤال، حكيتي عن كذا موضوع بدي أسأل سؤال. تفضل. بعدهم بعيدوا بلبنان بيتذكروا عيد الشهداء 6 أيار؟
قال على كثرة الشهداء اللي صاروا بعد 6 أيار، يعني اسمها يعني قديه صار عندنا شهداء بلبنان. 6 أيار هدول الشهداء كانوا من أيام العثمانيين، بعد صح. بيتذكروا شهداء 6 أيار ولا صار عندنا شهداء أكثر كثير بلبنان؟ أقول لك سمعون كلهم سوا، صار الشهداء كلهم بهالنهار بيحتفلوا فيهم. جمعون بهالنهار، فهو هالقد على قولتك انه قد ايه بعد بدنا نضحي، انه خلص شبعنا. فليه عم اقول لك ان شاء الله، يعني مع انه هو انا ما بعتبره هيدا عيد يعني، بس هي هذيك المره كنا عم نحكي نتعلم من الاخطاء، فياريت يا باتشيتو عن جد ما بقى نسمع ان شاء الله هالسلاح. يعني شوف باتشيتو، انا رح احكيك شغله، حضرت جيزال اللي سبق انت واستضفتها، جيزال حبيبه قلبي، بدي وجه لها تحيه، جيزال هاشم زرد مديرة مسرح الأوديون اللي كانت بعز الحرب بالملجأ تطلع تقول كلام للولاد بقلب الملجأ تنسيهم. فكانت أنا دايما بقول جيزال زرد نست العبوة والسلاح والفرد وحمرت الأولاد ورد، يعني كانت النسمة نسمة الربيع بعز البرد. يعني شو ما قلك جيزال هالقد، جيزال لابلوبال بنفسيتها، جيزال القديسة. للأسف لما عزمتني على الأفون بروميير هيدي السنة، قعدنا 4 أشهر هي عم تعرض فيها، ظروفي ما تساعد سبحان الله، دايما يعني كل سبت يكون أنا عندي شيء ما يصح لي أنه أحضر، هيك شوية ظروف ما يصح لي. للأسف خلصت العروضات والدنيا رمضان، كان آخر عرض برمضان وأنا آخر أسبوع عرضت فيه علي، اللي بدي أترافق معه كانت مسافرة فما صح لي. بلا طول سيرة، سبحان الله اللي له نصيب على شيء يا باتشيتو، أنا دايما بقولها إلك نصيب، ولو بتم الأسد رح تنالها للشغلة، وما إلك نصيب على الشغلة لو كانت قدام عينك، قدام عينك مش من نصيبك، ما رح تكون لإلك، يمكن من نصيب اللي قاعد حدك، يمكن شرحة بطاطا أنت استحليتها أخذها اللي حدك مش أنت. فكان إلي نصيب. من كم يوم بتراسلني جيزال بتقلي بناء لطلب عدة أشخاص جددنا 3 عروضات بهمنا تحضري، فرحت هالسبت. ما بدنا نستطرد كتير، بس الفكرة باتشيتو إنه قدي بتحس بسلام داخلي لما بتحضر تياتر جيزال، قدي بتحس إنه أنت يعني. شوف نحن اليوم موضوعنا باتشيتو حيكون عن الوقت، الوقت اللي هو شيء مهم بحياتنا، ونحن بلا الوقت ما في حياة، فنحن وجدنا واخترعنا الوقت لنسهل أمور حياتنا. سبحان الله الوقت مسبقاً ما ساعدني أحضرها، أنا يمكن لما حضرتها هلأ هالأسبوع أنا عن جد كنت بحاجتها. فاتشيتو أنا بحس بشغلي هيدي، يمكن أنا لأول مرة بقولها قدام حدا، أنه أنا لما بحضر تياتر جيزال، لما بيخلص البياس تعيتها، بيخلص السبكتاكل، ما بعرف اللي بتخترط عندي هيك الدمعة بتوقف بالمجرى، ما بتنزل دمعتي بس بتوقف بالمجرى، بحس حالي بدي ابكي، ما بعرف تخترط علي المشاعر، هل هي شعور الفرح مع الحزن، هذا هالكونتراست اللي انا بحسه، بحس انه انا رجعتني طفلة وما بدي اكبر، وكأنه لما بيخلص السبكتاكل رجعتني للواقع، مش لانه انا رافضة الواقع، لا، لانه هالقد نحن بحاجة البراءة، هالقد نحن فاتشيتو بحاجة السلام الداخلي لقلوبنا، قد ايه بتحسسنا نحن بمطرح آمن آمن، بتنسي كل شيء برا عم بصير لما بيخلص هالسبكتاكل، كأنك انت رجعت لأرض الواقع، رجعنا لهالأخبار البشعة. فأنا بقول انه يا ريت حياتنا كلها هي مسرح جيزال. تحية كبيرة من القلب، وبدي اياك ترجع تستضيفها لأنه أنا حضرتها بشكل شخصي، بقول لهم يا جماعة عن جد أي حدا بينزل بترم وبيعرف إنه جيزال عنده سبيكتاكل، بليز روحوا، حتى لو كنتوا تيتا وجدوا، اوعوا تفكروا هذا السبيكتاكل للأولاد بس، لا، معمول للعيلة كلها، من تيتا وجدوا للحفيد الحفيد، هالقد هو مسرح عيلة، هالقد هو بيقدم مساج شيء مش طبيعي. انت وقاعد هيدا سبكتاكل ساعة وشوي بيقدم لك دروس وعبر، يا ريت لو نتعزها يا فاتشيتو لنعيش أحلى حياة. هالإنسان قديه عنده فكر حلو، شو بتكتب حلو، يعني لما انحرمنا من ألمها ومن شغلة بكورونا وقطعتنا هالفترة،
رجعت بقوة. قدي حلو فاتشيتو. نحنا في شغلة إنه بدنا نميز كمان بين الوقت والتوقيت، كمان بتفرق. فالوقت هو الزمن والتوقيت هو شقفة من الزمن. فاتشيتو قدام الحب توقيتها لهالمسرحية ما يخلص وتضل على مر الزمن على مر الوقت. بتذكر وقت اللي كانت ضيفتي جيزيل زرد، وقت اللي كانت ضيفتي كان في مستمعين كانوا عم بيتواصلوا معي ويقولوا انه مش معقول شو ذكرتنا بايام لبنان وقت اللي كنا صغار وكنا نروح نحضر مسرحياتها وكنا نتعلم وكنت تاخذنا لمحلات بعيده عن كل العالم الحقيقي اللي كنا نعيش فيه بلبنان بهالايام الحرب وبهالايام الصعبه الكتير. وكمان ذكرتي اليوم عيد ميلاد القديس شربيل، هالقديس يلي هو قديس كل لبنان، يلي تخطى كل طائفة وكل دين وكل شخص بلبنان وصار قديس كل لبنان. هيدا أهم شيء من قديس شربيل. نسمع ترتيلي ببداية الحلقة ونرجع لموضوعنا لليوم، شو قولك؟ أكيد أكيد يلا. لا
لما نسمع ترتيلي خاصة إذا كانت بصوت حلو كتير مثل صوت إيان، بتكون هيك رنتها للدينة دغري بتوصل على القلب كمان. صوت إيان صح. من أحلى الأصوات بلبنان، خاصة بالترتيل الحلو اللي بنسمعه. قبل ما يدهمنا الوقت نحكي شوي كمان عن الوقت والتوقيت. صح، هلأ بيقولوا فاتشيتو بالزمانات، يعني ما كان قبل ما يخترعوا الوقت وهيك، كانوا يعتمدوا على شروق الشمس وغيابها وحركة القمر، المد والجزر، يعني من اللو فيكو مثل ما بيقولوا، من الشغلات اللي الإنسان عايش فيها، من بيئته اللي عايش فيها. فاخترعوا بالبداية الساعة الشمسية، هيك كانت أقدم شيء اخترعوها، كانت الساعة الشمسية يحددوا فيها كانت التوقيت كلها. كمان نرجع نقول على هيك على هوا الشروق والغروب. رجعوا اخترعوا البوندول، من البوندول قبل البوندول حتى الساعة الرملية، رجعوا للبوندول، رجعنا هلأ للساعة اللي نحن هلأ بنعتمدها لأني اخترعوها الصينية. فهيدي كلياتها انوجدت مش هيك عبس، لا، الوقت اللي حتى ننظم حياتنا. فطالما يعني إذا رب العالمين وجد كل شيء بهالحياة، إنه هلأ الوردة بتفتح، هلأ هالوردة بتموت، هلأ هيدي التمرة بتطلع بهالفصل، هلأ لأ بتدبل، هلأ بتيبس، هلأ، معناتها كل شيء مرتبط بزمن، مرتبط بوقت. فالإنسان وجد هالشغلات لتسهل أموره. يعني نحن هلأ بنعرف إنه 8 منفوت على الصف بالمدارس، طب ما هي انوجدت كمان هيدي، او 8 منفوت على دوام الشغل، تنتين بيخلص الدوام او 3. هلا هالساعه او هيدي البيريود الحصه، انه هلا مثلا 55 دقيقه، هلا بعد شوي برن الجرس، هلا شوي بننزل بريك على الفرصه. فهيدي الشغلات كلها تلي منقول هلا او بعد 5 دقائق او بعد 10 دقائق. شوف انت من يومين كنا هيك، انا مثلا نهار السبت حضرت هيك. كله شوف انت، حتى تقسيم السنه، تقسيم الاسبوع، كله مرتبط بالزمن، عمرنا، حياتنا، كل شيء، كل شيء مرتبط بالزمن. يعني قد ايه هو ملازم لحياتنا ويومياتنا، ما فينا نستغنى عنه. وبدنا دايما نستعين بالمقولة القوية، انه الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. فقد ايه احنا بدنا نقدر ونقدس كل لحظة، ما نخليها تمرق مرور الكرام. وفي شغلة فاتشيتو، انه احنا خلقناه لتنظيم حياتنا، لإدارة حياتنا، لندير الوقت، يعني نحترم الوقت لحتى الوقت يحترمنا، ما يدهمنا. لأنه بالنهاية أنا دائما بقول حتى عمرنا، أنه مش مهم العمر هو بالرقم، لا، ما نخلي عقارب الساعة وعقارب الزمن تلدعنا، ما تمرق مرور الكرام. يعني ما نخلي الزمن يسبقنا ويلدعنا، لأنه بالنهاية الوقت له عقارب، عقاربه بتأذينا، نقدر كل لحظة. وشغلة تانية فاتشيتو، يكون عنا نوع من ثقافة الوقت. ثقافة الوقت، يا ترى هل الكل بيعتمدها؟ وهل بنعرف شو هو ثقافة الوقت؟ خلينا هيك نطرح هالسؤال. انت شو مفهومك لثقافة الوقت يا فاتشيتو؟ مايا، انت بسياق الحديث عن الوقت بلاحظ انه عندك هيك الشغف عن الوقت كتير، وقلت اول شيء انه قبل ما الانسان يخترع الوقت، الانسان ما اخترع الوقت، هيدا اهم شيء تنقوله، الانسان صار يعرف التوقيت، صار يحافظ على الوقت، وصار يعرب الوقت او يحفظ الوقت ويحسب الوقت. هو اختراع الوقت او ابتدى مع اختراع الكون، او تنقول أنا قلت لك، أنا ما هو بلش مع، يعني قلت لك لما ربنا وجده مع الشروق، مع الغروب، مع الفصول، مع كل شيء، قبل المد والجزر، قبل ما يخلق ما يخلق سبحاننا الله العالم، البشر خلق الوقت، خلق النهار والليل، بعدين خلق البشر. يعني الوقت خلق قبل ما يخلق الشخص، وبعدين صار الوقت. والوقت أهم شيء، الشخص عرف كيف يحسب الوقت، كيف يحترم الوقت. وصعب كتير لما الشخص ما بيعرف يحترم الوقت، ما بيعرف يحترم وقته، وما بيعرف يحترم وقت الغير. هيدا أصعب شيء، إذا ما بنعرف نحترم وقتنا
بنكون عم نضيع نحن، وإذا ما احترمنا وقت غيرنا بنكون ما عم نحترم غيرنا وما عم نحترم حالنا إذا ما احترمنا وقت غيرنا. هون المشكلة الأكبر. يسلم دمك. يعني مثلا فاتشيتو، أنا رح أقول شغلة. أيام المدرسة كان عنا معلمات، انتبه، مش كل معلمة أو كل أستاذ، رغم أنه احترامنا للجميع، لكل إنسان علمنا حرف منقول له شكراً ومنوقف له بكل وقفة احترام نقول له شكراً، بس هي الفكرة مش كل معلم أو أستاذ كان تربوي. نحن المهم نكون تربويين قبل ما نكون نحن أساتذة بالصف أو بالجامعة أو بالمعاهد، لأنه إذا ما كنا مثال لتلميذ اللي قدامنا حرام. كانت تمرق علينا لحظات فاتشيتو، سوري، في مرة، يعني مش مرة، عدة مرات كانت تتكرر. في عنا معلمة مثلا قبل ما يرن الجرس بدقيقة تكون مريحتنا تقلنا حضروا للحصة تانية شو عندكم، طلعوا ضبوا غراضي وحضروا الغول، هيدا تكون هي جاهزة جزدانة وكل شيء لحتى لما يرن الجرس تكون هي على الباب ما تتأخر دقيقة. وفي منهم يا فاتشيتو أنا كنت انزعج، انتبه، مش كرمال، مش انزعاجا منا، انزعاجا انه حسها انك انت مش محترمة نفسك ومحترمة غيرك، تاخد ربع ساعة من غيرها. تصور لوين. طب هيدي المعلمة اللي ناطرة برا مش مضطرة تعطيك من وقتها، ما هي مثل ما انت حصتك مهمة هي كمان حصتها مهمة، تستخف بوقت غيرها. فأنا اللي عجبني كمان بحديثك، تحية لحقيقة لحديثك ولا كلامك، انه اذا نحن ما احترمنا وقتنا ووقت غيرنا فكانت تصير معنا انه ياخذوا حصتهم وحصه غيرهم، هيدا اكبر غلط. وانا لما قلت انه يا فاتشيتو يعني الانسان عرف الوقت، فهمت شو يعني، صار يميز. يعني انت انا ليه قلت لك انه عرف من الشروق والغروب، اكيد هدول انوجدوا قبل ما يخلق الانسان، بس انا الفكره انه قصدي تعرف على تقسيم الوقت، انه بحياتنا كل شيء بخلال نظام كوني، نظام زمني ربنا أوجده من خلال هالشروق هالغروب، حركات القمر. لاحظ أنت القمر مثلاً أنه مش دايماً بيظهر بالسماء، المد والجزر، هدول الشغلات كلها، الفصول، الشتاء، الربيع، هدول كلياتهم علموا الإنسان أنه يقسم وقته. شوف نحن أوقات هلأ مثلاً، حاعطيك مثل تاني، من كم يوم نطلعوا نكتة أنه هالشتوية مثل حديث النسوان، بيقفوا على الباب بعلمي بيقولوا يلا باي باي باي، ترجع بتفتح على الباب حديث تاني، عم يتمسخروا على الشتوية وكأنه مش محترمة الربيع، مع أنه هلأ صاري بكلمتي أنه موسمة بيجي غباير، بدها ترجع تروي شوي هالغبرة، تروحها تنظفها، ترجع تروي التراب اللي نشف شوي، فهي هيدي حركة طبيعية. مش معناتها أنه الشتاء مش محترم الربيع، لا، هلأ موسمة شوي بدها تودع، يعني مش فهمت شو بقصد، يعني حتى سبحان الله الفصول محترمة بعضها، مش ما حدا بياخد من التاني، إلا لما بيصير نحنا في خلل، وهالخلل أوقات بيكون ناتج عن تلوث، خاصة ثقب الأوزون. لاحظ أنت الطوفان اللي صار بالسعودية وبالخليج من شي 10 أيام، طافت الدنيا، مش معودين، طافت الدنيا، مش لأنه هن حكومتهم مش سألاني، لا، لأنه مش آخد ببالهم أبداً أنه ينزل كمية الشتاء اللي نزلت عندهم، مش معودين على هيك، ومع هيك عندهم دولة محترمة نفسها، رجعوا بأقل من 24 ساعة رجعت الحياة لحياة الطبيعية وكأن شيئاً لم يكن، ما حدا فقد احترامه أو سوري بكلمتي أنه نهانه ولا نزله على الطرقات ولا شيء. ف يعني نرجع فاتشيتو، أنه مثل ما تفضلت وقلت الاحترام، عن جد كنت انزعج من البعض انه يرن الجرس وتاخد حصة غيره. 100%. سرقني الوقت وراح بعيد.
على درب الليالي تأخرت عليكم لأجت والدي لحتى اسمع منها أحلى ردي، مش غصب عني بدي اسمع لكم، ايه والله بدي. هل يا ترى انه ردي ووردي عن الوقت لاني انا تاخرت اليوم، يعني فيها لطشي هاي حتى نعرف شو ردك على وليد يا احلى وردي؟ وليد الغايب عذره معه. لا هلا كمان بدنا نتطرق للشغله، نحن مزبوط بنحترم الوقت نحترم المواعيد، بس اوقات نحن اولاد ظروفنا، يعني انا اوقات بقول لك رح اشوفك على الساعه 7، مش غلط اذا وصلت 7 وربع. هلا اكيد هو انا لازم اوصل قبل، بس نقدر ظروف بعض. قلت مثل اخيك عذرا، فانا بعرف انت ما بتقصر، يسعد قلبك واوقاتك، اكيد عذرك معك، انت مش قاصد التاخير. ميت اهلا وسهلا فيك، من شوي بلشنا يعني شو بدي اقول لك بعد هالكلام الحلو، دخيل ربك من سمعوا غنيه من قله ناطر ناطر صار لي شي ساعة، وينك يا وليد؟ وبنعمل مشكل معه لأنه تأخر، ما تكوني سهلة معه لوليد، بياخد وجه لا ياخد البق نعمل مشكل معه، يلا يلا مايا نعمل مشكل معه، ليش لا؟ ايه مايا؟ حرام، نحن وردي وردي، الورد هيك بيأذي؟ لا الورد ما بيأذي يا باتشيرو. أنا الشوك اللي بيأذي بالوردة، يلا أنا رح أأذي أكيد عم نمزح مع وليد حبيب القلب، ومنكفي مع مايا وعن الوقت والتوقيت، مش عن نطر المستمعين أكتر، ومنكفي مع مايا. تفضلي مايا. الله يزيد فضلك يا رب. كنا عم نحكي باتشيتو أنه الوقت هو الزمن، التوقيت هو شقفة من الزمن، يعني الوقت هو كل هيدا هيك شيء جنرال مثل ما بيقولوا، شيء العموم. التوقيت مثلا نقول نحن التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي، او مرتبط مثلا نقول توقيت الصلاه او توقيت الامتحانات. يعني بالعاده بنسال انه اي متى مثلا هالعيد، او اي متى مثلا الامتحانات، اي متى هيدي المناسبه، امتى هتياتر، امتى. فهيدا بنسميه نحن توقيت. وكنا عم نحكي باتشيتو كمان عن انه نحن الانسان يعني تعرف على الوقت لينظم حياته، انه هلا ترم النوم، هلا ترم الشغل، هلا ترم الراحه، هلا مثلا هذا البريك انا رايح اخذ مثلا نسكافيه تعيتي، رايح اخذ مثلا هلا مثلا هيك ديسير اي شيء.
قسم وقته على هالشغلة لتسهل أموره وتسهل حياته. مش دايما شغل، مش دايما نوم، مش نايم، مش دايما لهو ولعب، لا، نظمه لحتى يكون هو مرتاح، لحتى يمشي على هوا الزمن، ما يخلي العقارب تلدعه، بالعكس هو ماشي مع العقارب مع لحتى ما تأذيه. وفي شغلة فاتشيتو، كنا عم نحكي عن ثقافة الوقت اللي مش الكل بيتقنها، بيقولوا يا فاتشيتو في بنت انخطبت مدة سنتين، هيدي هيك قصة، لمدة سنتين ضلت لفترة، يعني كان بعد بدها شي 13 يوم وبيتجوزوا. فجأة من دون أي مقدمات قررت إنه هي ما بقى بدها تكفي، وقالت لأهلها ما بدي إياه. يعني تفاجأ الكل إنه مخطوبة صار لك سنتين، ولا رضياني إنه خلص، مش رضياني إنه حتى مفاوضات، إنه خلص ما بقى بدي. قاموا قالوا له طيب ليه؟ قالت لهم لأنه ولا مرة أعطاني شي بوقته. مثلا انا بيطمن عني من بعد ما انا صح، لما بكون مريضه بيطمن عني من بعد ما صح، عن بيسالني عن امتحان الصعب اللي انا مرعوبه منه، كان عندي بانيك منه، وانا قايلت له انه انا عندي خوف من هالامتحان، بيسالني عنه بعد اسبوع. هديه عيد ميلادي بتجي مأخره، كل شيء بيجيني ببرود بفتور، ما بيجي بوقته. بالمقابل وحدة تانية مجوزة وصلت بينها وبين جوزها للشيطان الرجيم مثل ما بيقولوا، عشرة عمر هي وياه، ضلوا مخانقين أربعة أيام، زعلوا هيك من علقوا مع بعض، وخلص قعدت أربعة أيام ما تحكي معه. ظهرت مرة من البيت رايحة قال على السوق، هي عم تتجول بالسوق يا فاتشيتو، ضاعت بين شارع وشارع، فاتت بزوريب، ضيعت عن الشارع مع أنه هي بنت المنطقة، بس سبحان الله فاتت بشارع ما عادت عرفت ترجع على الشارع الأساسي اللي بنفذها على بيتها. ماتت رعبة وخافت، صارت تلتفت ما بتعرف ولا محل من اللي فاتحين مقابيلة، لا بهالميلة ولا هالميلة. ما لقيت حالة إلا عم تتصل بجوزها وتبكي وتقوله أنه أنا ضيعت، يقول ما تخافي أنا معك على الخط، أنت بس قلي لي شو اسم المحل اللي أنت هلأ وقفي قدامه، انت قولي لي على الشمال على اليمين، اعطيني التاجر تبع هذا المحل، فوتي واسالي واعطيني اياه، انا جاي لعندك. ما لقيته الا صار حدا عبطته ورجعوا على البيت سوا، ومش ناسيت له اياها، نسيت كل الزعل اللي بيناتهم، انه بالوقت اللي هي كان بدها اياه ما لقيت غير جوزها حدا إجاها بالوقت المناسب، مش إنه هلأ جاي اتصلت فيني لأنك عزتيني، لا، إجاها بالتوقيت اللي هي بحاجته، هي كانت بهالوقت، لو يجيها بعد ربع ساعة لما حدا يدلها شو كان بدها فيه؟ رجعوا على البيت سوا ما أحلاهن. فكل شيء بهالحياة يا فاتشيتو في شيء اسمه ثقافة الوقت، يعني هيدول الشغلات نحن بدنا إياهن بهالوقت، إذا إجوا مؤخرين لحظة واحدة ما بعود نحن بحاجة لألون، ما بنعود عايزينا. الإحساس، الكلمة، المعايدة، الطبطبة، البوسة، الغمرة، النظرة، الحنية. لاحظ فاتشيتو أنت حتى الشغلة، إذا حدا بيقدم لك كباية عصير قوم شوي عنا، بتكون العصير بارد، قوم شوي عنا تعال اشربها والدنيا شوب، تشربها أنت مش مستمتع فيها لأنه راحت برودتها، فما عاد طيبة، ما عاد إلى نفعة. وهيك المواقف والرجولة، فنجان القهوة إذا بتتركه شوي ما بتعود بتحس باللذة تعيته، بتجي بتلاقيه بارد بارد بارد، ما بتعود بتحس باللذة تعيته. بس انتبه أنت وعم تشرب وما بيأثر تعطيه وقت إنه عم تتلززه، أعطيته وقت لو أنت شربته من السخونة للفاتر للبارد، أنت جربته بكل مراحله، بس المهم أنت أعطيته وقته، أنت قاعد مع قهوتك مش تركته ورجعت جيت لقيتها باردة، لأنه لما تجي وتلاقيها باردة كتير ما رح تلاقي فيها لذة، لا هي رح تعطيك هالشعور ولا أنت رح تنبسط منها، اتنيناتكم صار عندكم نفور بهاللحظة اللي أنت، لأنه مش فقدت القيمة، فقدت لحظتها. فهيدي هي ثقافة الوقت، يا ريت كل شيء نعطيه بوقته، لأنه عن جد لما بيظهر عن وقته أبدا أبدا ما بيعود حلو. يعني تخيل أنت هلأ فاتشيتو نجي نعايد حدا على نيويير مثلا، يلا والله نسيت عايدك بنيويير،
مثلاً أو تنسيت بارك لك بابنك، ابنك صار حيمشي وحتبعته على المدرسة، انتبه باتشيتو، في ظروف بتمنعنا أوقات، في مش عم قول إنه ما في، بس باتشيتو أوقات في ناس مش محترمة وقتها، في فرق بين الظروف، وفي ناس إنه قلة الإدارة وقلة تنظيم الوقت أو استهتارنا، في فرق كتير كبير بين الإهمال الاستهتار وبين إنه نحنا أولاد ظروفنا، بتفرق جدا. وما غلط اللي قال كل شيء بوقته حلو. مظبوط. نطرني عالشباك، غناني وحكاني، بلش يرمي الشباك لا حتى ما يتركني، يرجع بكرة يعذبني، ما حكيت ولا سألت ولا قلت له شباك. نطرني عالشباك، غناني حكاني، بلش يرمي الشباك لا حتى ما يتركني، يرجع بكرة يعذبني، ما حكيت ولا سألت لا قلت له شباك. قال لي بده ينطرني بالسهرة من عشي، قلت له مش رح صدق لو شفتك بعيني، يا ما كذب علي يا ما ضحك علي، ما حكيت ولا سألت ولا قلت له شباك. نطرني عالشباك، غناني حكاني، بلش يرمي لي شباك لا حتى ما يتركني، يرجع بكرة يعذبني، ما حكيت ولا سألت لا قلت له شباك. مرة رقصني مرة بآخر الصيفية، قال لي يا ريت بشوفك يومي بالشتوية، فرقت كل الشتوية ولا مرة طل علي، لم شفته صوبي جاي سكرت له الشباك. نطرني عالشباك، غنالي حكاني، بلش يرمي لي شباك لا حتى ما يتركني، ويرجع بكرة يعذبني، ما حكيت ولا سألت ولا قلت له شباك. ما بعرف ليه بس اسمع صوتها لجورجيت صايغ وهي عم بتغني أي غنية كانت، البسمة دغري على وجهي وبلش غني معها. ليه هيك؟ وحياة ما بعرف. عن جد بتفرفح القلب. تحية كبيرة لجوج وحبيبة القلب اللي يوميا دخيل رب دعواته، الله لا يحرمنا منهم. تحية من القلب لجوج دخيل رب، حافظة توقيتنا أكثر ما احنا حافظينه. وكل يوم أربع الصبح تبعت لي مساج بتقول لي اليوم أنت ومايا على الهوى، بدي أتمنى لكم كل الخير وبدي أتمنى لكم كل النجاح. حبيبة قلبنا جورجات. إيه والله كل الخير لقلب دخيل رب، عن جد أغنية بتفرفح القلب ليك، وكل ما مرق علي وقت كل ما زادت وهيك جوهرت أكثر عن جد. فاتشيتو كمان على ذكر الوقت، أوقات شوف في شغلات بنكون نحنا ناطرينا، في شغلات كمان نحنا لازم نحترمها، ومش بس نحترمها، نآمن فيها ونرضى فيها، هي توقيت ربنا غير توقيتنا. في شغلات بنتمناها تصير معنا، الله ما بيعطينا إياها بوقتها، فأنت بتقول إنه طب كأنه الله ما عم يستجيب. بيمرق وقت لما أنت تنساها أو ما بتقعد بتفكر فيها بتلاقيها صارت معك. فتوقيت ربنا كمان هيدا سلام لإسمه، يعني سبحانه بعرشه، أنه لازم نحترم كمان التوقيت اللي ربنا مقرر لنا إياه. يعني فاتشيتو في شغلات بتصير معنا الله هو الأخبر إمتى لازم تصير، مش نحنا نقررها. كنت عم تحكي عن التوقيت الصيفي والشتوي، وخاصة وقت اللي أنا بعمل البرامج وبعمل لقاءات مع الفنانين عطول بدي انتبه التوقيت المحلي هون وتوقيت المحلي عندهم كمان. في توقيت كتير مهم، توقيت الأرضي وتوقيت السماوات. توقيت السماوات هو الأهم، توقيت ربنا هو الأهم. وقت ربنا هو بيقرر بتوقيته هو التوقيت المناسب، مش توقيتنا نحن. نحن فينا نطلب وقت اللي بدنا، بس التوقيت الرباني هو اللي بيقرر، هو التوقيت المناسب. وقت اللي نحن منطلب
مش على توقيتنا رح يعطينا ربنا، على توقيته هو ربنا رح يعطينا. مزبوط، يسلم تمك. وانا باتشيتو في شيء، في شغلات كتير صارت معي بحياتي ولا مره اعترضتها، ويمكن لانه ما اعترضتها وقبلت فيها وقال له يا ربي انت اللي شايفه وانا ما بشوفه، انت الادرى فيني فلتكن مشيئتك. صارت معي شغلات كتير من بيناتهم انه انا ما فتت على الجامعه من التيرمينال، انا لظروف انه انا ضيعتي ما كان فيها ترانسبور، والبابا ما بيقبل بفويه ولا بيقبل انه انا اتمرمط على الطرقات كرمال الشهاده. لما صار عندي ترانسبور انا فتت على الجامعه عمري 23 سنه، يعني غيري يتجوز يا كذا، واللي انا كنت درسهم صاروا هن خالصين جامعات بس ما تخرجوا سبحان الله لأنه كانوا عم يحملوا مواد. فأنا كل ما يشوفوني رغم أني أنا اللي كنت درسهم يقولوا لي هو لكن إحنا وين صرنا وأنت وين صرتي، يا الله مش ضروري تكوني أنت الأولى أو تكوني أنت الأشطر منا، هينا سبقناك، كأنه السلحفات والأرنب هيدا اللي كنا ناخدها النص. ففاتشيتو مرقت الأيام وأنا والله العظيم أخدها هيك، قال لهم بكرة بتشوفوا أنا مش رح أكون أكرم من ربنا، بكرة بتشوفوا. مرقت الايام انه انا بنت 23 فتت على الجامعه، بنت 27 خلصت كل شيء، فتت على دومين ما بحبه ولا مفكره فيه، بدعت فيه اكثر من اللي مقررين يعملوا بيداغوجي، انا بدعت فيه لانه انا قلت لها للحياه انا بتحديكي مش انت بتتحديني، ما خليت العقارب تلدعني، انا اللي مشيت مع العقارب وصادقتهم ورافقتهم، ما خليتهم يلدعوني، ضربت صحبتهم وفرجيتهم انه انا لا أنا بقدر أنا والوقت أمتى ما كان. لقيتهم إنه هن بعضهم عم يحملوا مواد بثمان سنين ما تخرجوا، أنا بأربع سنين الشغلة ما بحبها خلصتها لأنه أنا على السيستام القديم مش سيستام الألمدة. فبعدنا عم نحكي توقيت ربنا هو اللي بيمرق الوقت ومنقول لا إنه توقيت ربنا هو اللي صح، ميو فوتاغ كو جامي، أوقات منوصل مأخرين منوصل مأخرين بس ربنا اللي رايد لنا بهالتوقيت. فما بعمرنا نشمت أو نقول إنه فلان أقرب شيء بعدنا عم نحكي السلحفات والأرنب، قديش مت فيها نام وطمع بحاله لقى إنه هي رجعت لما فتح عيونه لقاها سبقته وكترت. فالعبرة إنه لا نستغل الوقت، نستغل الوقت ما نخليه يمرق مرور الكرام. هو فكر حاله. حتى فاتشيتو شغلة تانية أخذناها كمان، لا فغمي لا سيقال، لما النملة قضت وقتها تجمع المونة والسيقال قضى كل الوقت يغني ويعزف، لما وتقول له انه انت يا كسلان روح دبر مونتك بكرة بتجي الشتوية، يضحك ويتمسخر عليها يقول لك ليكي كيف انت مروحة صيفيتك على تجميع المونة. لما اجت اول عاصفة وقف قلبه مات من الجوع، اجا يدق عليه ويقول له اعطيني، اول مرة اعطته، تاني مرة، تالت مرة، قلت له محل ما كنت عم ترقص هلا روح غني، محل ما كنت عم تغني هلا روح ارقص. فانه كمان هيدا كمان دليل انه احنا نحترم الوقت، لانه مرق وقته ومش مجمع شيء لحاله، مش عامل شيء لحاله. بس هلا الايام تغيرت، السيقال لقى متعهد حفلات رح صار يعمل حفلات وين ما كان، بلش يرقص ويغني وجمع مصاري اكثر من الفورمي وصار عنده اكل احسن. يبعث لك باتشيتو صار مغني شهير مغني حفلات. ما تقول يا ريت عرفت فلان بوقت اكثر، ربك فيك وفي أخبر، الوقت بيتبخر بس الخير بيبقى خير ولو إجا مأخر. فأوقات حتى الأشخاص منقول يا ريت نعرفنيهم بوقت أبكر، لا الله عرفنا عليهم بوقت معين نحن بحاجته. حتى الكلمة يا باتشيتو يمكن أنت أوقات أنت تقول أنه أوف هلا هيدي الكلمة معقولة، إذا بقله إياها بيكون الشخص عن جد بحاجتها، كلمة بسيطة جدا كيفك طمني عنك يمكن إجت بوقتها كان بحاجتها، حاجة السؤال حاجة الاهتمام بلاقيها قد الدنيا. وأنا بدي أقول يا فاتشيتو اللي ما بيكون معي كل الوقت مثل العسل والسمنة، بيتركني بالأيام العصيبة ما بيلزمني بيوم سلامة وأمنة. يعني أنا ما بدي إياك يا فاتشيتو بس أنا بالأوقات الحلوة، لا أنا كمان في أوقات أنا عن جد ببقى بحاجتها. بعدنا عم نحكي عن ثقافة الوقت وتنظيم الوقت، الحياة مدرسة ونحن بالصف تلاميذ، بس يا ريت ننتبه للجرس، بالنهاية النجاح بس لكل مين ركز ودرس، يعني كل واحد بيحصد شو غرس، ركز بورقتك وما تراقب غيرك وتعمل له حرس، حربك مع الوقت صعبة، عقارب الساعة بتلدعنا بس نترك للفرص.
أنا بدي هلأ قبل ما نختم حلقة اليوم بدنا نرجع لأحلى وردة ونسمع منها الكلام الحلو عن الوقت والنطرة. يخلي لي قلبك أنا يخلي لي قلبك وحلى قلبك وزوقك. فكروا النور بالنجوم اللي حواليهم وكترتهم، ما عرفوا قيمة القمر غير لاختفى شوي، قاموا ما تحملوا عتمتهم، ما عرفوا إنه الغاية مش بالعدد، أوقات كترتهم مثل قلتهم، وأوقات شغلة وحدة عليها القيمة تنقذهم من أزمتهم. لاحظ أنه دايما بنقول أوقات، يعني كل شيء بحياتنا عن جد مرتبط يا فاتشيتو بالوقت. ما منقدر قيمة اللحظة بلحظتها إلا ليمرق عليها وقت وتقول شو كانت حلوة بالفعل اشتقت. أوقات يا فاتشيتو عن جد بلحظتها نحن منلاقيها لحظة عادية، بس لما ما ترجع تتكرر معنا ونتذكرها منقول عن جد اشتقنا. وبيجي وقت وبتكتشف انه التراب اللي زرعت فيه الخير ما بينشف ولا بيجف، ورح يرجع لك لانه الحياة دائرة وبتلف، عين ربك مرافقتك لا بتنام ولا بترف. وشغلة تانية يا فاتشيتو، هيدا اخر الكلام بدي اقول، مش انا اللي بخسر حدا، هن اللي من ايدي فلتوا لانه ما كانوا فيهم متمسكين. مش انا اللي بحب حدا وبيمرق وقت وقول من قلبي شلته، لانه اللي بيفوت ما بيطلع، بس هن اللي قرروا يضلوا مغتربين.
شهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي يومين شهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي وأنا يا حبيبي حبيتك كتير وما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي يومين شهرين ما شفتك يا حبيبي والقلب والعين سألك يا حبيبي وأنا يا حبيبي حبيتك فينا نحكي يومين وشهرين وسنين عن الوقت والوقت ما بيخلص لما نحكي عن الوقت بس وقتنا لحلقة اليوم صار عم بيخلص عنا آخر 4 دقايق ونص يا أحلى وردة بشو بدنا نخلص نخلص اليوم وردة بعد شيطو كنا بدنا نحكي إنه كمان في الوقت بيفرق وكتير بعد شيطو يعني في لحظه باتشيتو التوقيت الزمني والتوقيت يعني البيولوجي شو لو تون كرونولوجيك هذه انا كتبتها لو تون كرونولوجيك نو مارش با على ميم فيتيس كو لوغلوج بيولوجيك لو دو ليي ا تون ايتا فيزيك هلا بدي يعني ترجم من الفرنسي للعربي اختي ما بصير يعني الوقت الكرونولوجي الوقت الزمني ما بيمشي مع التوقيت البيولوجي الموجود فينا اثنين مرتبطين بحالتنا النفسية مثلا الوقت بطيء لما بننطر لما بيكون عندنا نطرة بنحسه اوف اوف نقول اوف هالوقت ما عارف يمشي عن جد شو بطيء سريع لما بنكون خايفين طويل لما بنحزن قصير لما بنفرح كتير لاحظ لحظة الفرح كيف بتمرق مرور الكرام وما بينتهي لما منكون موجوعين وزعلانين وما منشعر فيه ولا منحس فيه لما منكون بقمة السعادة ولا بتحس فيه بيمرق الوقت كل ما أنت سعيد ولا كأنه مرق مثل هلأ مرقت الساعة وما حسينا قد ما احنا مبسوطين فيه وقاتل بيقتلك لما بتحس بالفراغ بحالة الفراغ وبيتوقف الوقت يا باتشيتو لما منوقع بالحب ما منعود منحسب فهيدي كمان بدنا ننتبه انه في الزمن البيولوجي والزمن الكرونولوجي بيفرقوا كتير على هوا حالتنا النفسية بدنا نوجه تحية كتير كبيرة لمستمعينا الحلوين نقول لهم يعني كل حلقة وانتو بخير وقلنا لك سلام كتير كبير من ريموند عيسى وطونت ليلى وبول المستمعين الدايمين وبيقولوا لك منحبك كتير وكل حلقة وانتو بألف خير إن شاء الله العقارب الوقت ما بتلدعكم إن شاء الله دايماً بتقضوا أوقات حلوة ودايماً منظمين أوقاتكم وكل شيء يجيكم بتوقيته المزبوط ما حدا هيك يخالف معكم التوقيت لأنه مخالفة الوقت كأنه الإنسان خالف السير وأنا بحبهم كتير وأنا بحبهم كتير لريموندا ولعائلتها وبدي أسأل ريموندا بس مني أكيد شو الأحلى
طيب الأكلات الطيبة اللي بتفرجينا صورتهم ريموندا ولا هي صورها الحلوين، مين أحلى، هي ولا الأكلات الطيبين يلي بتفرجينا صورهم ريموندا؟ تحية لألها ولتعطيلها ولخيها ريموندا كلها على بعضها، كلها على بعضها حلوة، دخيل قلبها ونفسيتها ريموندا حبيبة قلبي، هي وعائلتها دخيل اللي خلقهم، هدول عائلة التانية والله يا فاتشيتو. هذه ريموندا أخت هي، رب العالمين هيك بعت لي إياها. حبيب قلبي يا فاتشيتو كل حلقة وأنتم بخير. مش رح تنطروا كتير، أسبوع واحد بس، 7 أيام وراجعين معكم. من هلأ لوقتها منتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة إذاعة جبل لبنان، وأنا برجع معكم بكرة مع حلقة جديدة من صباح من لوس أنجلس الساعة 8 صباحا بتوقيت لوس أنجلس. باي باي. عموقف دارينا عالموقف ركاب شبه إلا صيف ولي وتقلوا مخطوبي يا نسمي خيدينا يا نسمي جيبينا عموقف دارينا